السادة، أهلا بكم. السيسي بمصر ستظل داعمة لجهود التعاون الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر دوما بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول النامية بما يضمن تمثيل وجهة نظرها على الساحة الدولية وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الرئيس خلال كلمته بقمة منتدى التعاون الصين أفريقيا بأن جهود مصر خلال رئاستها الحالية لمجموعة 77 والصين خير دليل على توافر الإرادة والعزيمة لتطوير التعاون بين الدول النامية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزيري المالية والتخطيط. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة عدد من الملفات. كما عقد رئيس الوزراء اليوم مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم. الكهرباء، مشروع الضبعة ما زال مستمرا وتنفيذ أول مفاعل. أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ما زال في مرحلة التصميمات والدراسات، مشددا على أن مرحلة التصميمات تستغرق مدة طويلة نظرا لأهمية ودقة المشروع. الصحة تعلن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بسبع محافظات. أعلنت وزارة الصحة والسكان شن حملات مفاجئة على العديد من المؤسسات الصيدلية ومخازن الأدوية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط والشرقية والمنوفية والأسكندرية. وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم أنه تم رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتعاون مع الجهات الرقابية خلال شهر أغسطس. ضبط متطرف حاول استخدام مواد كيميائية في عمل تخريبي بميدان سيمون بوليفار. صرح مصدر أمني أن الخدمات الأمنية تمكنت بمحيط ميدان سيمون بوليفار بدائرة قسم شرطة قصر النيل من ضبط المدعو عبد الله أيمن عبد السميع يقيم بالوراق في الجيزة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال. ويشير الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة وكان يعتزم استخدام المواد التي كان يحملها في عمل عدائي لم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. الزراعة تواصل شن حرب على اللحوم الفاسدة بمحافظات القاهرة. قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة نجحت في ضبط أكبر كمية من اللحوم الفاسدة في تاريخها بدائرة قسم الخليفة والبالغة 41 طنا من اللحوم ومنتجاتها، وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاستصدار قرارا بإعدام المضبوطات للحفاظ على الصحة العامة. تعرف على طرق تصحيح أخطاء وبيانات التموين. ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين سرعة تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء حتى يتمكنوا من إضافة المواليد واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم، وأن موقع الوزارة متاح للدخول عليه، وفي حالة عدم وجود بطاقات على الموقع تعلن أنها سليمة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، قدمته إليكم هدير محمود.